إذا جهاز المناعة الفكري ما ماشي بالسهل باش توضعه، خاص له واحد الممثل عنده شرعية وقداسة. بالنسبة لنا حنا المغاربة هو أمير المؤمنين، تاريخ غير بالنسبة للحكم العلوي أزيد من 350 سنة، ماشي بالسهلة الآن في التاريخ المعاصر تلقى واحد المؤسسة وشعب. مؤسسة الملكية راه ماشي منفصلة، راه هي والشعب راه لحمة واحدة. إذا خصنا الشرعية والقداسة، وخصنا القانون، خص ترسانة قانونية. كيف ذكرت بأن تلفازات وإعلام في أوروبا مقنوا القانون، ما يمكنش دار الإشهار لا الخمر لا الأدوية ولا السلاح ولا مواقع إباحية في القنوات. أنتم شوفوا امبوسيبل، ما يمكنش وإلا غيتعاقب واحد العقوبة صارمة. إذا خصنا ترسانة قانونية، هذا هو اللي كيحمي هذا الضمير هم اللي هو التعدد والاختلاف، واحد اللحمة موحدة اللي كتشرب من عين واحدة. معنا مكالمة. ألو، مساء الخير سي دريبي. مرحبا. مرحبا لالا. مرحبا لالا، تفضل لالا. هذا البرنامج ديالك واللي صارني فيه وهي كلمة الاختلاف الموحد. مرحبا لالا. هذا تيذكرنا بالمشروع المغربي اللي تيكرسوا ديك الصور ديال المملكة. مرحبا لالا. اليوم يا سي دريبي على واحد المسألة اللي هي مهمة ودي تتقيتنا حنا جميعا، لأن اليوم ما تتكلمش على واحد الحالة اجتماعية معينة قدر ما أنك تتكلم مع كل مغربي مغربي كيف ما كانت الروافد ديالو، سواء عربية ولا أمازيغية ولا يهودية أو حسانية. وهذا التعدد فهو ضمنوا لنا الدستور ديال المملكة وحماه، وتكلمتي على واحد الخصوصية اللي تتميز بها المغرب، لأنه أنت تتكلم كاين واحد المسائل اللي كنذوقوها باش نفهموها سي الدريبي. صح، اللي ما مشاركناش تاريخ المغرب. بلا ما تتكلم على الهوية المغربية فهمناها، ما يمكنش ما يفهمهاش المغربي الحر. وتنشكرك سي الدريبي لأنك دائما أنك تذكرنا بأن الهوية ليست فقط انتماء إلى أرض معينة داخل حدود معينة. بالنسبة نتكلموا على الهوية المغربية فهي روح ضمير ذات، هي واحد مجموعة ديال الأشياء. وذكرتيني بخصوصية ديال المغرب، ويعني أن المغرب تتميز بها عبر العالم، يعني من دول القرائر ربما المغرب هو الأول فيها، لما قدر نقول أنه الأول والأخير، وهي تلك اللحمة الثقافية في الهوية ديالو، هي متعددة الروافد. ولما تنقول متعددة الروافد ما كاينش روافد متعددة يعني 100 و200 فهي محدودة. فاحنا تنتكلموا على المغربية على العربية والأمازيغية واليهودية والحسانية اللي تنجمعها لواء واحد وهو لواء المغرب. وهذا مهم، وهذا عطانا قوة بطبيعة الحال في الدربي لا داخل وخارج المغرب. وما ننساوش واحد القضية، رغم أنك تنتقدوا العديد من المرات تنتقدوا الإعلام المغربي، يعني سواء حسب القناتين ديالو الأولى اللي كبرنا معها والثانية اللي ظهرت يعني في 89، رغم أننا تنتقدهم ورغم الإكراهات اللي تنعيشوها معهم، ولكن تيبقاو قنوات مغربية تعتمد على الهوية المغربية. يعني هذا مهم. وهنا نبغي تسمح لي على هذا المدخل السي الدريبي، انا فقط درت واحد القراءة اللي شنو يمكن نفهم انا كمغربية. باين الشاقة المسألة السي الدريبي. عندي لك سؤال، والله يجزيك بالخير. هناك مشروع وهنا غادي نذكر الاسم ديال هذا المشروع حتى نكونوا واضحين. هناك مشروع ديال قناة أجنبية اللي هي الام بي سي، اللي عندها مشروع انها تواجد بالمغرب ويتم البث من المغرب. كيف كنتكلموا على الام بي سي مصر وام بي سي كذا وكذا، نبداو نتكلموا غدا ولا بعد غدا لا قدر الله اننا نتكلموا على ام بي سي المغرب. فإلى اي حد او الى اي مدى ممكن لهذه القناة أو قناة أجنبية أخرى أنها تفكك هذه اللحمة الجميلة ديال الهوية المغربية وتصبح الهوية المغربية ما عندهاش ملامح؟ يعني هناك تخوف من قناة أجنبية أنها تجي المغرب مبامعا. مرحبا. مرحبا لالا، وصلت. مرحبا عليه وشكرا لك. مرحبا لالا. مرحبا، تحياتي. مرحبا. ولد ما شاء الله أستاذة
من مستوى التعبير ديالها ومستوى استرسال الأفكار مغربية عالمة عارفة دارسة. بالنسبة للمغرب داير هاد الحماية هادي عندنا في التاريخ ديالنا، بعدا حنا المغاربة في التاريخ ديالنا حنا عندنا هاد الحقبة الهائلة اللي هي المغربية الأندلسية، الأندلسية المغربية. عندنا واحد الحقبة في التاريخ كتميزنا، مغربية أندلسية، أندلسية مغربية كتميزنا. هاد الحقبة هادي عطاتنا واحد الخاصية في الموسيقى، عطاتنا واحد الخاصية في المطبخ، عطاتنا خاصية في الفلسفة. راه في هاد الحقبة الأندلسية فين المفكر العربي الإسلامي الأمازيغي غيتلاقى المفكر العبري اليهودي، وغيتلاقى المفكر المسيحي هنا في غيتلاقاو. والمغاربة بعد ما غادي يرجعوا الأندلس راه غيجيبوا معاهم هادو بثلاثة، ما غيجيبوش غير العربي الإسلامي، غيجيبوا حتى الأندلسي، وغيجيبوا حتى العبري، وغيجيبوا حتى هذيك النفحة ديالو المسيحية غيجيبوها. إذا نعم، جهاز المناعة الفكري خاصو حماية، وخاصو حماية بدون تشدد وتعمد وتزنت، لا 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 لا، واحد الحماية من واحد النوع فيها الحضور الوازين، بدون ما نرجعوا لهذيك البروباغندا العمياء، بدون ما نطيحوا في هذيك لا سونسور. لا خص يدوز الوثائقي تشوفوا واحد المصلحه ديال لا سونسور. هاد الكاريكاتير حنا المغاربه ما كنعرفوش ليهم، دازت في واحد المرحله ويا ربي السلامه منها. ولكن ماشي حيت غلطوا او وقعوا تجاوزات معناتها نترعوا اليوم، لا، خصنا نزيدوا نحترسوا كيف داروا في اوروبا وداروا في امريكا. ما كاينش الاشهار كذا، ما كاينش كذا كذا. دابا ذكرت لنا الاستاذه قناة ام بي سي في انه كاين مشروع على اساس انه تشكل اذاعه البث من 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 المغرب. اللي خصنا نفهمه كمغاربه هو علاش الكونغرس الامريكي رفض ترخيص قناة الجزيره بانها تفتح قناة في امريكا. راه اذنوا لها غير تفتح مكتب تمثيليه، ان بيرو دو ريبريزونطاسيون هو اللي عندها. اما القناة الجزيرة طلبات طلب وتحال على الكونغرس الامريكي باش انها تفتح قناة وتبدا تدير البث المباشر من امريكا. الكونغرس الامريكي رفض. سنحاول نفهموا علاش الكونغرس الامريكي رفض لقناة الجزيرة انها تفتح قناة على الاراضي الامريكية. ثم غلقوا قناة المنار طلبات ترخيص من فرنسا، والحكومة الفرنسية رفضت لقناة المنار أنها تفتح بث مباشر من الأراضي الفرنسية. سؤال علاش؟ دابا الأخت ديالنا وفاتني سبحان الله مع المستوى تبارك الله التعبيري، فاتني أنني ناخذ نسولها على سميتها، وهذا ماشي من عادتي أنني، ولكن ودني مشات مع المستوى الفكري ومع المستوى الذوق. اذا قناه من هذا العيار ديال قناه ام بي سي اللي وراها اخواننا وحبابنا السعوديين. اخواننا السعوديين عندهم فلوس صحيحه، ناس ما شاء الله عليهم، الله يديدهم ويحافظ لهم على رزقهم، الله يريح. اذا قناه بحال هذه رئيسها ملايري، ملايري ماشي مغربي، ما لابسش الجلابه، ما لابسش القندوره، ما واكلش الكسكسو، ما مربعش في الجامع، ما قراش في اللوحه، ما دلقموش فقيه، ما غوتش علو جدو، ما تيبوش يد جدو، ما ولكن ينتمي لواحد البلد اللي نقدروه. السعوديه راه فيها مكه، فيها المدينه. اذا هنا كاينه قبلة الحجاج، كاينه بدايه الاسلام، ارض الجزيره العربيه، شبه الجزيره العربيه راه بدايه الاسلام، تاريخ بغينا ولا كرهنا هذيك الارض نحن اليها، نحبها، نقدرها، بالخصوص حنا المغرب. وكاين تجربه ديال ام بي سي مصر وام بي سي العراق
وخصنا نمشيو ندرسو شنو هو الاضافه اللي ضافتها ام بي سي مصر في في الحقل الثقافي المصري. نمشيو ونستفسرو اخواننا المصريين ونشوفو شنو ضافت ليهم، شنو عطات، ونشوفو في ام بي سي العراق شنو ضافت هاد ام بي سي، شنو عطات. احنا في المغرب ما عندناش في التاريخ ديالنا ما عندناش شيعة، في العراق عندهم شيعة. تاريخ بحال اللي حنا عندنا في التاريخ ديالنا حضور قديم جدا اليهود المغاربة، هما في العراق عندهم حضور قديم جدا الشيعة باختلاف المغرب. المغرب ما عندوش حضور قديم الشيعة، العراق عنده حضور قديم الشيعة. اذا خاص يتوقر هذاك الحضور، ولو احنا كسنيين مختلفين معاه عندنا نقاط الاختلاف كثيرة، ولربما في شي بلايص ما تلاقاوش معاه، ولكن التاريخ تيحكم عليك. التاريخ تيقول لك اودي انا بغيتي ولا كرهتي انا هنا، انا هنا، ما يمكنش تمحي 1400 سنة، ما يمكنش تحيدها، كاين عدة تحيدها. في حين انه في الخط التحريري وفي الخط التعبيري ديال قناة ام بي سي العراق كان دائما كل محايد 100% سني. عما الخط التحريري والخط التعبيري ما كان صلة الوصل ما بين الشيعة والسنة في العراق، مع انها قناة رملية تقليدية، راه ماشي قناة عادية. ثم اش غادي يطرى؟ شنو كيطرى في هاد القنوات اللي ما شاء الله عندها الفلوس، عندها الامكانية صحيحة. الناس راه ما محتاجش هو الاشهار باش يكون عنده ميزانية، القناة اللي ما محتاجة دير لها اشهار لا والو. راه الميزانية اللي بغات راه تيعمر هذاك مدير الميزانية، تيدفعها لهذاك المسؤول الاخر، كيدخلوا المال، لانه منظومة، هي منظومة. الاقتصاد عندهم اصبح منظومة، كل مكتمل مشكل بحال واحد الكوكتيل. اذا راه دخل فيه الاعلام والرياضة، راه كاين مثلا واحد الدول باش تتفرع الميزانية ديالها، راه عندها البترول وعندها السياحة وعندها اندية غتشريها وعندها رياضة غتستثمر فيها وعندها اعلام وعندها سينما وعندها كذا. اصبح الاعلام مادة اللي كتجيب كتضخ، كتخسر عليها فلوس في الاول، بعد كتجيب لك العدد اللي غيتاثر بافكارك وغادي ينتسب لك، ولو ماشي في الانتماء الهويه ديالك غينتسب الافكار ديالك، فغيشكل واحد القطب التاثيري ما شاء الله. اذا خصنا نسولو وخصنا نشوفو فاش فادت الاختلاف قناه ام بي سي العراق. فهذاك الاختلاف الدائم اللي حنا كمغاربه وكمسلمين كيحزننا، انه دائما نقط الاختلاف كنلقاو فيها نقط الصراع. انتم شدوا تاريخ العرب على طول تاريخهم، غتلقاو اختلاف صراع اختلاف صراع الا المغرب راه هو عاش الاختلاف الصراع شحال هادي، ولكن تصلحات الامور وهذا كتصلح. ما يمكنش انا شخصيا كمغربي وجميع المغاربه، ما يمكنش لواحد البلاصه فيها قفل مسدود، فيها واحد البولو مسدود، نجيو نحلو نديرو له فويت. شحال هذه 300 سنه 400 سنه من الاربعه عاشوا الاختلاف. الا شفتي الحقبه المرينيه شحال تقتل فيها من سلطه وشحال تقتل فيها من امير، كان كل ليله كطيح واحد جوج. الحقبه المرينيه حقبه ما سهلاش دوزها المغرب، يا ربي استولى منها مساكن حسن عوانهم. اللي بغى يشوف البلاصه اللي دابا شبيهه بهذا الشيء اللي وقع في سوريا العراق، رجعوا للحقبه المرينيه. بغيتو تشوفوا هذا الشيء اللي وقع دابا، حنا راه عشناه في الماضي سميتو الحقبه المرينيه. غير رجعوا للتاريخ ودرسوه غتلقاو يا ربي الشتات المبين، الشتات المبين. ما بقى واحد جامع شمل غا هو مرتو جوج ولادو، ومحال بعد النوبه تا ولدو تقلب عليه، تا خوه تيتقلب عليه، وتا مرتو كتقلب عليه. علاش؟ لان اللحمه ديال الجهاز المناعي، الفكره اللي كتوحد، راه ماشي الخلايا، راه ماشي ولدك من صلبك، راه ماشي شريكك، ماشي، راه الفكره، راه اللي مشارك معاك فكره، راه هي المعتقد، راه هي المربط، راه هي القاسم المشترك القوي. راه الا تقاست الفكره ما بقاش كيشاطك الراي واحد، ما بقاش كيشوف فيك بنفس الفكره، ما بقاش كيرمق لك بنفس الفكره، راه واخا تضل تقول اللي قلتي. اذا هنا اشكاليه فعلا كطرحها خصنا حنا المغاربه نفكروا فيها، انه في انه خاص المغاربه هما اللي يجاوبوا على هذه المساله. حنا كمغاربه كشعب الحمد لله عندنا حريه التعبير، عندنا حريه التواصل، عندنا القدره على التواصل. المغاربه اليوم خصنا نجعلوا ماشي مساله حكوميه، الحكومه اللي غتجاوب واش الام بي سي اللي غتحل ولا ما غتحلش، لا ماشي حكومه، لا ماشي المؤسسه بحال الله هكا، وفعلا هي دايره خدمتها الله يجزاها بخير وقايمه بواجبهم، ولكن هذه مساله ديال سياده الشعب.
هذه سيادة الهوية المغاربة، خصنا نتكلموا عليها وخصنا نحسنوا فيها وخصنا نتابعوا كيفاش أمريكا بالحرية القائمة الكبيرة للاستثمار رفضت أنها ترخص القناة الجزيرة تفتح إليها عندها في أمريكا، كيفاش فرنسا رفضت القناة المنار، وكيفاش اليوم قناة بحال إم بي سي اللي فاش غتفيد التعدد وفاش عارفينو فاش عارفينو. باحترامي للإخوان السعوديين اللي كنحبهم وكيبقاو بيامنا وساعدونا في تاريخ المغرب، راه ناس وقفوا بجنبنا وحنا وقفنا بجنبهم، ولكن هنا مسألة ديال الاختلاف الفكري اللي كنقولوا فيها رأينا باحترام وبتقدير. فاش السعوديين عندهم تجربة في تأطير الاختلاف؟ فاش في تاريخهم من القديم للحديث فاش شفنا واحد التأطير الاختلاف؟ فاش شفناه؟ حنا شفنا. وفاش سلكوا وحادوا القطب هذوك الرؤساء، بلا ما نذكروا المرحوم صدام ولا 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 اللي كانوا بغيو يديروا المذهب الوحيد، القطب الوحيد، الفكره الوحيده، الراي الواحد. فاش فلحوا فشتات الشمل وتقطع اللحمه. اما المغاربه الاختلاف قائم، وانت مشيتي غا من عام تطوال طنجه الاختلاف، ومن تطوال طنجه الحسيمه الاختلاف، من الحسيمه الناظور اللي هما ريافه الاختلاف، إذا طلعتي لبني عمهم اللي جوارهم وجدة سعيدية الاختلاف، ما بين وجدة وفيقيق الاختلاف، تهبط من فيقيق للريش الرشيدية الاختلاف، ما بين الريش والرشيدية اللي بني عم وحدين الاختلاف، تمشي تطلع الورزازات ما بين ورزات ومراكش غجبل والاختلاف القائم الهائل، وتزيد غا من مراكش تهبط القلعة الاختلاف، من القلعة لبني منا الاختلاف، بني منا لحداها جوارها تادلة الاختلاف، وتاد لجوارها قيصر الاختلاف، القيصر البرج الاختلاف، البرج سطعت الاختلاف، عندنا ما بين حوش وحوش عندنا اختلاف في الماكلة، في اللباس، في النغمة، في الإيقاع، في الموسيقى، في كل شيء. وعلاش إلا اجتمعوا المغاربة من طنجة للقويرة كاملين، تجمع فرقة أندلسية، تجمع فرقة ديال الملحون، تجمع فرقة ديال الأحواش، وتجمع فرقة ديال القناوة، وتجمع فرقة ديال اللي بغيتي، يرقصوا رقصة وحدة ويديروا ايقاع واحد، وكل واحد كيلعبوا بالميزان ديالو. علاش؟ لان الرئيس واحد، ملي تيكون الرئيس هذاك الشيف دوركيست واحد، وكتلقى كل واحد شاد لاكام ديالو في الاختلاف ديالو وطالق عينو على الرئيس في الموجه. الرئيس هو امير المؤمنين. شتي حنا هذه هي اللحمه ديالنا، حنا عندنا واحد العين، حنا عندنا واحد السده، حنا عندنا واحد القفله، واحد الخاتم كبير مجموعين تحته. إلا قال لنا الشريف قوموا كنقوموا، إلا قالنا الشريف قعدوا كنقعدوا، إلا قالنا الشريف شعلوا كنشعلوا، إلا قالنا الشريف طفاو كنطفاو. وتعطى الله ملي غيكون عندك واحد أجنبي بحال هذا الحباب، وحنا تنعرفوا ما شاء الله عليهم في عقليتهم وفي الكاركتير ديالهم وفي الأنافة ديالهم وفي شي حويجات ديالهم، وأنت غتقول له وقف غير وقف لك هذا بحال هذا، اش غتقول له؟ غتقول له حشم ولا شنو يحشم؟ غتقول له راعي ولا شنو راعي؟ زيد على هذا أنه الامكانيات الماديه، ملي غتخلص واحد مغربي تعطيه واحد 30 الف دولار اللي يزيدوا 40 الف دولار الله يعلم شرايط، هيا تيولي في مقام التمثيليه النيوبيه، راه ما تيبقاش يشوفك انت مغربي بلي عمو، راه كيولي يشوفك خاص من هذاك السيد ديالو، هو مولاه، هذاك الباترون ديالو، هذاك الخط التحريري ديالو، اللي فهمه، اللي فهمه الكونغرس الامريكي فهمه، اللي فهمه المشرع الفرنسي فهمه. إذا حنا ما غنكونوش أكثر واقعية من الأمريكان ومن الفرنسيين، وما غنكونوش ما عندناش دراية بدراية وتدبير الأمور خاصة اللي كتمس بالهوية.